يا مراد. حطه هو. انت شكلها رأسيتك. صدق. اقعد مكانك، كل واحد يقعد مكانه. انا قاعد من المطوه دي على الارض، انا عايز اسمع رنتها. ها؟ مرنتش. مرنتش يا ابوها. بقولك المطوه تترمي على الارض، اسمع رنتها. حاضر يا معلم. ركز معاها انت اهو. حاضر يا معلم. ايه؟ هذا المطوه اهو. ايه المطاوي دي كلها؟ ولا كل واحد مكانه، مش عايز قلق. قال انت ايه ده؟ ايه ده؟ قال انت مش لابس اليونيفورم ليه؟ ما دفعتش المصاريف فما خدتش اليونيفورم. ما دفعش المصاريف ليه؟ ايه يا كده بلطجه؟ بلطجه؟ ايوه بلطجه. انا احب اللي بلطج معاه. ايوه كده تبقى بلطجه محترم. ايوه صعيب يعني بلطجي يبلطج على الاستاذ بتاعه. ها؟ مصاريف تدفع والمعهد تخش وتدرس. ماشي. تبقى متعلم. اه ان شاء الله. انت هتعلمنا النهارده ايه يا مستر اكس؟ مين سأل السؤال ده؟ اهو انا. انت انا فتحت بقى. انا انت. انا انت. هو انا. انت جاي تحلف بس ولا ايه؟ اقعد انت. هو اقعد. انا هنقعد. هو انا هنعمل ايه؟ ما ايه؟ هنقعد يا عم. مش فاهم يعني انت هتعمل ايه؟ يعني اعمل اي حاجة يا عم. في ايه؟ وايه مين اللي سأل اطول؟ انا اطول. اه على الطلاق اي حاجة. اقعد. ايه ايه ده؟ يابا معاه واحدة. وريني. في ايه؟ انا عوض بقى على روحتك. اقعد. انا مش عايز دوشة هنا. انت هو هنقعد النهارده قعد التعارف، عشان انا هديكوا الحصص كلها النهارده. انا اللي هديكوا الحصص كلها. وايه الجديد؟ ما انت كل يوم بتدينا الحصص كلها. اما كل المدرسين اتقبض عليهم، اعمل لكم ايه؟ انا هديكوا الحصص كلها، والنهارده اول مره بقى، فيبقى قعد التعارف ان شاء الله. يا عم قعد التعارف، احنا بقالنا 3 شهور مع بعض. ايه ده؟ انا معاكم بقى 3 شهور؟ اه. أيوة. ما مش فاكركم ليه. اه انتوا مالكوش حضور. اه خلاص، يبقى كده ما دام بقالنا 3 شهور هنخش على العملي بقى على طول. خلص يا عم. ولا كده وخلاص ولا ايه؟ ماشي يا عم. العمل النهارده هيبقى في محمد محمود، وفي الوزراء كتير الجداد، وفي كاتدرا في العباسية. ها؟ ان شاء الله بقى في التخرج باذن الله يعني هبعتكم على المقطمات. هبعت شويه الناحيه دي وشويه الناحيه دي، ويبقى انتوا دول بيضربوا في دول ودول بيضربوا في دول، عايزكم تقطعوا بعض. ماشي؟ ماشي. يلا يا عم. طب لما نحس بخطر نعمل ايه يا معلم؟ ما تحس بخطر وانتوا بترموا المولوتوف، اول حاجه تقولوها ايه؟ سلميه سلميه. هتقول ايه؟ اه سلميه سلميه. الله ينور عليك. الله، ده حلو جدا ده يا معلم. طب ما نبدا عمل على طول. نخليها نظري شويه. طيب انا ما احبش حد يقطعني وانا برغي. اه انا ما احبش حد يقطعني وانا برغي. ماشي يا معلم. ماشي. هو عمل يبقى عمل، نظرك يبقى نظرك. ماشي يا معلم. خلاص. ماشي. بس حد عايز حاجه تاني؟ احنا معانا بقى السلاح بتاعنا يا زميلي، وعايزين بقى ايه؟ لخص معانا. مين قال خش؟ اهو على الطابور ده. انا بس انا بس انا هحكم بينكم. قول خش كده.
قول انت كده خش. خش. انت هذا اللي قلته. انت هذا اللي قلته. انت فاكرني ايه؟ يا هذا انت هو. كان في حاجه في ايدي. انا يا محمد. اقعد انت هو مكانك. هذا مش عايز حد يقطعني. لان انا بنسى انا قلت ايه. انا عايز ابقى ايه دايما. والسلاح ده فين السلاح؟ اهو يا عم. ده اتلغى من السنه اللي فاتت خلاص. ماشي. انا معايا سلاح جديد النهارده. ايه بقى؟ سلاح جديد اقول لكم عليه رقم. ولا اقعد اقعد انا ابو السنه. مستر اكس يا مستر اكس. استغفر الله العظيم. مستر اكس. عايز ايه؟ هو احنا ازاي بنعمل قنبله المولوتوفي؟ المولوتوفي. مولوتوفي. اه مولوتوف. اه يا مولوتوف. ازاي بنعمل ميكس ميه النار مع الكله؟ يالا يالا ميه النار والكله دونت ميكس كورن فليكس. ده انجليزي ليه يا مستر اكس؟ ايه؟ ده انجليزي ليه يا مستر اكس؟ كده طلع انجليزي يا عم. طلع انجليزي. طلع حرام. ايه ده ايه ده ايه ده يا معلم؟ ايه ده يا معلم؟ ايه ده يا معلم؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده اصحى. ما ينفعش معاكم الاسلحه الصغيره. اقعد اقعد انت وهو فسحه. يعني كل واحد يقعد مكانه هنا. ها والفسحه ايه اللي اتكلف؟ ومحدش يروح للفسحه. خلي عندكم كرامه. فسحه ما تروحلهاش. وهتقعدوا انتوا قاعدين هتقعدوا. وهجيلكوا الكانتين اللي هو كله هياخد اجباري. واللي مش عايز يشتري حاجه من الكانتين ده يعمل ايه؟ الشراء هنا اجباري. اه الشراء اجباري. وفي عندنا اهو شارج. اه بعد تشارج عليك يا مستر اكس. اوه 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 اه سو انتوا قاعدين اهو. كانتين هيجيلكوا دلوقتي كله هياخد كانتين. والمانما يعني حد اقصى. حد اقصى الطلبات. والكانتين عندنا ابو سميره. خش يا ابو سميره. سلميه سلميه سلميه. بس الميت ايه بقول لك اما تلاقوا خطر. انا بقول لكم التحرير. يلا يا بلدجيه الكانتين. والشوكوك ممنوع والفصال مرفوع. عندك ايه يا ام سميره؟ بانجو حشيش وبيره. تلاقيه عند ام سميره. طب على الطلاق لو ما جبت بيره هفجر لك وشي. كاميرا. وانا عايز ترامادول وبجنيه ونص بانجو. لا والله يا زميلي ده مش موجود النهارده. بكره تلاقيه ان شاء الله. فيها شوكليت؟ بس عاد كده ده شباب مستر اكس. خش شوكي. مستر اكس مفيش الكلام ده عند ام سميره. اه ام سميره هاتي ميه نار وتلج اوفر. ايه يلا يا ام سميره. اتفضل. الله ينور عليك. اتفضل يا مستر اكس. يلا يا ام سميره. قال مين ام سميره دي؟ ام سميره دي احسن طالبه عندنا في المعهد. اه ام سميره دي يعني هي بتشتغل كده في الكانتين عشان بنشغلها بالسخنه عشان هي ما تدفعش المسامير. لكن دي كانت احسن طالبه. يعني كان الفصل كله ام سميره لوحدها. ام سميره كنت اخش ادرس لهم بقى لوحدها واقعد اقول لهم بقى ايه. وهي كانت متميزه لان هي كانت قسم كان عندنا لوحده وهي لوحدها. ام سميره في القسم كان لوحدها وقسم شرشحة. وريهم كده يا بت حته ردح مثلا. يلا يا واد يا بايع يا بايع يا سكر يا اجري يا حياة دليعة يا ابني مديحة. ايه يا بت يا هلا هلا تتجنن يا عم سمير يا واد؟ لا عشان فضحتك وقالت ان امك اسمها مديحة. اهبط اهبط يا ابني. ده هو ده جرس نهايتي في فسحه خلاص. بس افتكر انت يا ام مديحه. ماشي يا ام سميره. ايه ام مديحه؟ يا ام سميره. اقعد يا عم ابو لسام.
اقعد يا عم، هذا درس لكم درس جديد دلوقتي، عايزكم انتوا بتبرشموا. ها اديتوا ايه دلوقتي؟ اديتوا يا عم هولز. هولز؟ بتبرشم هولز؟ ها؟ اه يا عم. اه بتبرشم هولز، ماشي. اصبروا بقى عشان ادخل لكم على درس فيه ربط. ايه ده؟ ودي حصة ايه دي يا مستر اكس؟ مش تصبر اما اربط الاول عشان بتاع الكب. اه. مسرعين مسرعين، يعني كله عايز يبين انه حافظ. اه. ده حصة ايدي بقى يا مستر اكس. ايوه. حس التاريخ هذا مش فرعون اهو؟ اه. بحس التاريخ. ماشي. ايه ده؟ بصوا بقى، انا النهارده هدرس لكم تاريخ البلطجة، لأن البلطجة دي نشأت في مصر من زمان، من أيام الملك بلطجيوس. ملك بلطجيوس هو اللي أنشأ دولة البلطجة. يعني مين الملك بلبطيوس ده؟ لا، بلبطيوس ده اللي بتلبسه. بلطجيوس ده اللي انشأ دولة البطالجة، وده كان أول واحد راح حاصر مدينة الإنتاج الفرعوني. وكان هو هناك في ملكة اسمها الملكة هميس الحديد. ملكة هميس الحديد يا لا، اللي هي مرات منقرع حديد. اللي هو بتاع اوربت. ملكة هميس بقى ايه؟ راحت اداته سكة يعني. واخد بالك ان ملك بلطجيوس، فهو كبرت في دماغه. فراح قال معقولة؟ وراح بقى ايه، كان مصاحب بنت تانية اللي هي الملكة كليوباترا. بس هي كانت كليوباترا فرد. فهي كانت بتقعد تلف له بانجو. وهو بيقعد يضرب بانجو لغاية اما البانجو كتم على نفسه واتكى على الله. وكده سقطت دولة البطالجة الحمد لله. وفي بق بقى فرعون اقول لكم عليه، ما حدش اقول لكم عليه خالص غيري. قول يا معلم. عارفين الهرم ده اتبنى ازاي؟ ما اتبناش بالصخر. ما يا ايه ده؟ ما اتبناش بالصخر. كان في واد معاكم ده بيطلع لسانه فين؟ فالملك بقى ايه؟